ربابي بوجوه الناس الكذابي حوالي أهلي وحبابي وعم داري حلمي الصغير بسكر بابي بوجوه الناس الكذابي أهلي وحبابي وعم داري حلمي الصغير عن جد لو عندي هيك حدا بيهتم فيني كنت بكل مرة بتعذب مشانه. شو؟ شبك؟ عندما أتيت إلي أصبح لدي شيء لكي أعيش من أجله في حياتي الجميلة هذه. شايفة؟ تعلمي. وأنا خلصنا. وينهم أمي وستي؟ تخبايت هذا السر الكبير عن كل العيلة. أحسن قرار ممكن نحن ناخده بهذا الوقت. أنا وافقت إنه ابني شوريا يتزوج مهك لأنه بيحبها أكثر من حاله، وهو ما رح يقدر إنه يعمل أي شيء بدون مهك. يعني أنت مفكرة إذا أنا ما سمحت له ما رح يتزوجها لمهك؟ أنت ما عندك أي فكرة لأي درجة بحبها، لهيك ماني قادرة إني امنعه يتزوجها. فكرة هو رح يسمع حكيك الفاضي وإنه مهك رح تسكت عن هالشي وما رح تحكي لما تعرف بهاي الحقيقة؟ مستحيل. أحلامك من شان ابنك شوريا ومستقبله رح تحترق. أنت شو رح تعملي وقتها؟ أنا وقف، أنا رح روح وشوفه. طيب هلا هني بيجوا، طولي بالك. أنت شو رح تقولي لعائلة شارما لما هني رح يعرفوا إنه ابنك دعس ابنهم الكبير بالسيارة لحتى مات؟ أنا وقتها ما شفت غير ابنهم الصغير بهداك اليوم. بترجاكي لا تموتي، لا تروحي تتركيني. لو اني شفت بقية افراد العيلة كلهم كنت فهمت انك مو مهتمة بسعادة شوريا، بس انتي عم تدوري حتى توقعي شوريا بالمشاكل القديمة. قليلي، ما هيك رح تقدر تسامحك وقت اللي رح تعرف انه اما وابوها انقتلوا بسبب تهور خطيبة شوريا؟ قولي انت شو رح تخبريها وكيف رح تقدر تفهمي شوريا هالشي؟ قولي انت شو رح تعملي، جاوبيني. انا خبيت الحقيقة كل هالسنين هاي وأكيد ما رح أكشفها هلأ،
إذا شوريا ومهك اكتشفوا الحقيقة وقتها حياتهم رح تصير كلها تعاسي، وهذا الشيء رح يكون صعب كتير وما رح يقدروا يتخلصوا منه. وحتى أنتي بتعرفي مين كان المسؤول الحقيقي عن الحادث البشع اللي صار هديك الليلة؟ شوريا كان عمره بوقتها 14 سنة وما دخلوا بالشي، كان لسه ولد صغير وما بيعرف يفرق بين الصح والغلط. بس انتي كنتي أوعى منه بكتير، ولهيك انتي كنتي المسؤولة عن اللي صار هديك الليلة. عم تفهمي علي؟ شي حلو زكية، انتي مو معقولي بنوب عم تحكي عن شي مو فهمتي. بس انتي مو قادرة انك تغيري الحقيقة كارونا، لانه وقت مين اللي كان عم يسوق هديك السيارة لما اهل مهك اندعسوا؟ انا رح جاوبك هلا. شوريا هو اللي كان عم يسوق السيارة. شوفي انا تركت بيت مصاري وحياة كلها كانت ترف، انتي خليتيني اطلع من بيتك بهداك الوقت. قليلي ليش حطيتي اللوم بس علي؟ شوفي نحن الاثنين كنا المسؤولين عن اخفاء هاي الجريمة اللي صارت، والشرطة اخذت مصاري لحتى خبت قصة هاي الجريمة، وطبعا بس من شان ننقذ شوريا. هلا اذا صار وانكشفت هديك الحقيقة، شوريا رح يروح على السجن وينحبس، ونحن حياتنا بتتدمر على الأخير. يعني ما تلوميني لحالي على هالشي كارونا. هلأ لازم إنك تلغي لهذا العرس، وكمان ما هيك؟ بنتي؟ انتي امتى اجيتي لهون؟ هلأ، انا هلأ اجيت. ما هيك؟ نحن كنا عم نجهز تحضيرات من شان الاحتفال تبع بكرة. يلا خلونا نطلع، الكل برا عم يسألوا عنكم. لا لا لا، انتي روحي مع حماتك، انا عندي شوية شغل بغرفتي. ماشي بنتي؟ يلا روح روح. يلا तेरे जैसा ना है कोई, तू है मिलियन में वन गर्ल, सारी दुनिया चक्कर खाती है जब करती है तू स्वर्ल, रोल करती। انت وين كنتي امي؟ هذا بيكون زواج ابنك، ومن شان هذا السبب بالذات انا كتير مشغوله. بكره بس بدك تزوج اولادك، بتفهم علي؟ ما حدا بنوب رح يقدر انه يبعدك عن مهك حبيبتك، وطول ما انا موجوده معكم لا تخافوا. لأنه وقت مين اللي كان عم يسوق هديك السيارة لما أهل مهك اندعسوا؟ أنا رح جاوبك هلا. ايه تفضلي عادي عادي، يلا
يلا عادي. شو هو الشي يلي مخبيتيه علي؟ أنا ما رح خبرك لحتى أتأكد من اللي صار، إنه صار على الأكيد. بس كارونا بتعرف كل شي وهي خبت هذا السر.